لا سحب الحصان لأمور تافهة، طبعاً مو تافهة عندي بس تافهة عندك أنت، ونجاحه فيها يعني أنك ما طبقت الطريقة صح وليس العكس. يعني حصان أو فرس لما تركبه يسحب العنان يبغى ياكل شيء في الأرض، أو مثلاً تركب ميدان ومكان مغلق ومبتدئ يحاول يشرب موية وسطنا، أو يعض الأشياء أو يعض الخيل اللي حوله أو يقرب الناس اللي حوله أو يبغى ياكل أو يلحقهم إلى آخره، أو هو ماشي أو حتى هو واقف يبالغ في السحب بدون سبب، معناته أنك ما طبقت الطريقة صح وليس العكس. طيب هذا يناقض فكرة لك تجلق، اللي يفرق بين الطريقة هذه وطرق ركوب أخرى أنك في التزليق أنت واكب الثلاثة، سحب تزلق إذا فضت معي تك التكي، بينما القفل يمنع الحصان من السحب ويعطي حق التفضية والتدكية، أو الطريقة الأمريكية تمنع الحصان من السحب والتدكية وتعطي حق التفضية، وخطأ طبعا خطأ ويمنع الحصان من السحب بشكل خاطئ. فكل طرق ركوب الأخرى والصحيحة والخطأ يمنعونه من السحب، أنت تعطيه حق السحب. فكيف تقول أن الحصان لما أعطيته حق السحب وسحب خطأ؟ ما أقول السحب خطأ ولا أقول إعطاء حق السحب خطأ، أقول استمراره في السحب يدل أنك سويت الثنتين الأولى خطأ. مرة أخرى ما أقول أن السحب خطأ، أقول استمراره في السحب يدل أنك سويت الثنتين الأولى خطأ، بمعنى أنك لو طبقت اللي قلناه في الكتاب وفي المقاطع وشفت النتائج قدامك مع الخيل، لو ركب حصان مقطع طويل بركان حمدان يوتيري إلى آخره، مقطع 18 دقيقة 14 دقيقة إلى آخره، مقطع كامل حصان ما سحب سحبة واضحة، كيف تقارن بشخص آخر حصان كل شيء سحب عنه معه، ثم يقال السحب الزايد اللي معه من التزليق، وراعي الطريقة قدامك حصان 18 دقيقة مركوب حصان مقطع ما سحب سحب واضح. اللي يحصل إذا زلقت الحصان قد ما سحب نفس الطول بنفس القوة من جهة أكثر من جهة زي ما هو سوى، ينتهي به المطاف إنه يضطر يفضل. اللي يصير مع الحصان اللي يستمر في السحب الزايد هو أن الحصان يكون معسور أو ممنوع من السحب، ثم يركب شخص يبغى يطبق الطريقة ولا أتقنها فيبالغ في التزليق، زلق تزليق زايد عن اللزوم، أو حتى يحشو مرات لكن بتلقى المزلق تزليق متكلف فيه، يعني ما منعه من السحب زي طرق ركوب الأخرى ولا زلقنا بالضبط زيك، زلق زيادة أو أقل. التزليق الزايد أو الأقل يخلي الحصان يبالغ في السحب، منع الحصان من السحب زي طرق ركوب الأخرى أو إعطاء حق السحب وتزليق العنان قد ما سحب يخلي ما يسحب. طب شو الفرق بين التزليق وخطأ جل؟ الفرق إن اللي أعطى الحصان حق السحب وزلق له قد الحصان اختار عدم السحب، اللي يقفض يركب خطأ منع الحصان من السحب. فنعم ما سحب لأنه ممنوع، بس مجرد إنه يجي ساب للسحب يسحب ويسحب حاسق أو لاعب في كلب. إذن هي ثلاث أنواع ثلاث أقسام، حصان ما يسحب لأنه ممنوع وهذا خطأ مع الوقت بيحوسك، حصان ما يسحب لأنك معطيه الحق وواكبته صح ومع الوقت بيزين سحب ولا ما سحب أتحكم فيه وعادة سحب بيكون قليل، حصان سحب مبالغ فيه لأنك لا أنت باللي منعته ولا أنت باللي زلقت له مرة قد فيستمر يبالغ في السحب عشان ينتقم من العسر اللي كان يجيه سابقا وما عندك دقة فيبالغ في استعمال السحب الزايد عليك. إذن نعم أعطيه حق السحب، نعم من حقه يسحب، لكن بالفعل لو أعطيته حق السحب وبالفعل لو سحب وواكبته قد مفترض أنه يفشل في السحب وليس العكس، يصير سحبه أقل وليس العكس، لأن الخطأ مو بخطأ في السحب ولا خطأ في زيادة السحب، الخطأ في استمراره في السحب. ماني ما منع لو يبغى يستمر كيف، بس ما في حصان من كل مليون حصان إن صح التعبير المليون كلها ما راح تبالغ في السحب. نعم الخيل تفتك عن بعض، مثلا هذا يسحب أكثر من ذاك، ذاك يسحب أقل من هذا، لكن مقارنته بنفسها أي حصان مقارنته بنفسه مع الوقت يقل سحبه لو ركبته صح وزلقته صح.